السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شباب، معاكم محمود صلاح المحترف السوداني في واحد من الدروس الجديدة المتميزة جدا في عالم الأندرويد والاختراق والهاكرز. اليوم إن شاء الله جبنا لكم تطبيق رائع جدا لتهكير الألعاب والبرامج التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. التطبيق ده يستخدم لتهكير 95% من ألعاب الأندرويد، وحتى لتهكير الألعاب الأونلاين بس، لكن للناس اللي يستخدموا لعبة كلاش أوف كلانس فما عايز أخيب ظنكم، لأنه ما يمكن تهكيرها يعني بالساهل. التطبيق ده الحاجة يعني متميزة فيه أنه بيوصلك لملفات اللعبة الداخلية، يعني بيحول لك اللعبة في شكل PDF، في شكل مجلد نصي انت تقدر تعدل فيه بمزاجك، مش زي بعض التطبيقات اللي يعني اللي بتهكر بتجيب لك نسخه مود. انت الملف ده ممكن تعدل فيه بمزاجك، حتى لو التطبيق اللعبه دي ما بتدعم الشراء من الانترنت، يعني اذا انت عايز تشتري فلوس اللعبه ما بتدعم، انت ممكن تهكرها بكل سهوله. التطبيق ده ما هو لوكي باتشر، وما هو جيم هاكر، وما هو بعض التطبيقات اللي يعني المستخدمة في التهكير العادية. تطبيق جديد ومتميز، ما له شروحات كثيرة في من يعني اليوتيوب العربي، فأنا تقريبا من الأوائل الذين شرحوا هذا التطبيق ده بعد يعني الدكتور الكبير حوحو، ما شاء الله عليه. يعني أنا بشكره جدا على هذا الإهداء، أهداني تطبيق يعني رائع جدا، وأنا بشكره من هنا وبقول له شكرا لك يا حوحو. طبعا نخش في الموضوع. التطبيق اول شيء بيحتاج لروت، ويعني انت زي ما بتعرف الروت، الروت هو عباره عن امر للدخول الى ملفات التطبيقات او الهاتف الداخليه. يعني كيف يعني الهاتف بتاعك ده فيه ملفات داخليه انت ما ممكن تدخل اليها الا عن طريق تطبيقات بتحتاج روت، زي تطبيق روت اكسبلورر، زي تطبيق روت مانجر، زي بعض التطبيقات اللي بتحتاج للروت. الروت اذا انت عايز تعمله فانصحك بتطبيق كينج روت، ده مستخدم يعني عالميا في يعني عمل الروت بطريقه سهله جدا. عندك طريقتين انت ممكن تعملهم او ثلاثه طرق اقصد. الطريقه الاولى هي عبر الريكفري المعدل، وطريقه معقده جدا تنزل الريكفري المعدل وتنزل الروت، وتحتاج اودين عشان تنزل الريكفري المعدل وتنزل الروت. والطريقة الثانية برضو بالكمبيوتر، والطريقة الثالثة هذه الطريقة اللي بتستخدم فيها تطبيق كينج رود. تطبيق سهل جدا بس تتوفر على الانترنت، وتفتح التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة جدا. انا هسه عندي روت ما حيظهر معي، بيعمل لك تشيك للهاتف بتاعك اذا عنده روت رسمي او لا، فيلا بعد ذاك بيقوم بيعمل لك الروت بدون ما تعمل اي شيء، بيبدا ينزل فيه وبيثبته براو زي كانك بتثبته من داخل جوجل بلاي. طبعا ندخل الى التطبيق. التطبيق ده زي ما قلنا لكم بيحول لك اللعبه لملفات مستندات نصيه. حاضع لكم روابط التطبيقات اسفل الفيديو. التطبيق بيعرض لك جميع تطبيقات الهاتف بما فيهم خدمات جوجل بلاي يعني الانظمه وجهات الاتصال والكاميرا وكل ده. بس ما يهمنا اي صحيح، انا عشان اثبت لكم انه صحه كلامي، ندخل الى اللعبه اول شيء ونشوف أن عدد النقاط الموجودة فيها، يعني كيف راح نقدر نزيدها وكيف حنقدر نزيد المراحل. زي ما قلنا لكم أنه التطبيق بس ما مختص لأنه يزيد يعني النقاط، هو متخصص أنه برضو يزيد المراحل أو المستويات بداخل اللعبة، يعني التحديات ممكن يزيد لك. طبعا زي ما أنتم ملاحظين 2101 نقطة، عفوا 2101 نقطة يعني في اللعبة، نحن حنزيدها يعني لعدد كبير جدا. ما حنقدر نخترق العدد اصلا وضعه اللعبة عشان ما تعلق معنا وتقول لنا تم ايقاف. زي ما انتم شايفين المستوى 80، هو اصلا كان يعني ده اخر مستوى وصلت له، انا ما وصلت لل 80 ولكن وصلت للمستوى كان 10، وبعد ذاك يعني عفوا بعد ذاك قمت عدلتها عبر التطبيق. ويلا حنوريكم طريقة التعديل عليه. اتذكروا معي الأرقام دي 2101 و80. ندخل إلى التطبيق ونشوف يعني كيف تقدر تهكر اللعبة. طبعا بس ممكن طلب، ممكن بس توقف الفيديو
ثانيتين وتضغط على اللايك وتعمل لنا اشتراك حلو وتفعيل ميزة الجرس حتى تصير مشترك متميز في قناة المحترف السوداني ويصلك كل جديد من شروحات الأندرويد. بصراحة الشروحات دي بتتعب كتير، يعني المونتاج والرفيع والتصوير يعني شغل كتير بتعب، يعني بس حاجة ما بتكلفك ثانيتين بس لغاية ما نلقى اللعبة. وطبعا بعد ما لقينا اللعبة هندليها نضغط عليها، بيقوم بيحول لنا اللعبة دي لأوامر. طبعا أنا عشان حافظ انت بتقوم بتفتش اللعبة دي، هنا بتشوف الإعدادات دي بتفتشها واحد واحد. أنا ما عشان حافظ محل المكان الخاتي فيه، يعني المتواجد فيه النقاط، نحن حنضغط عليه. طيب هنا جوجل، هنا تقريبا، لا فوق. طيب لا 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 ما هنا، تحت هنا، ايوه. طيب ننزل ننزل نشوف، يعني 2101 الرقم بتاع النقاط، نحن حنزيده لكم؟ لخمسة آلاف يعني. طيب حنبقيه 5000. وعشان انتو تقتنعوا انا اخليها لكم 5010 عشان يعني تشوفوا هل هي بتزيد او ما بتزيد. طبعا العدد المستويات وين هو، انا مش حافظ يعني محل النقاط اذا لقينا عدد المستويات، واذا ما لقيناه يعني ما ضروري، مش ما ضروري، لكن ما عايز نضيع يعني نطول عليكم، بس ننزل شوية. طيب تقريبا عدد المستويات ما فيش، عشان كده يعني انت بتقوم بتفتش عليهم وبتشوف يعني الحاجة اللي انت عايزها وبتعدل فيها. وفي النهاية بعد ما تنتهي بتعمل شنو؟ تعمل سيف من خلال الضغط يعني فوق هنا على سيف، وبخلاص وخلاص كده بتكون يعني انتهيت من تهكير اللعبة. ندخل اللعبة ونشوفها. طيب ويلا ندخل الى اللعبة ونشوف هل زادت ولا لا. وزي ما انتو شايفين 5010، وعشان ما تظل يقول انه اللعبة دي عامل فيها نسختين، ممكن يعني انه بس انا ما عايز يعني اوصف لكم انه ما قاعد اكذب عليكم. انت ممكن تجرب التطبيق، واذا طلع كذاب اسحب اشتراكك، او اذا انت مشترك ممكن يعني تعمل فيها اللي انت عايزه عشان نتأكد ان الفلوس دي ممكن تشتري بداخل اللعبة ام لا. طيب نضغط هنا على المتجر. طيب مثلا نجي لهاز هذه السيارة، نضغط عليها زي ما انتو شايفين اشترينا، وثاني وكمان ما ننسى السيارة هذه، لا هذه ما ممكن نشتريها الا بنشاهد فيديوهات. طيب هذه بالفي اي بي، في اي بي. طيب بس غايته ملخص الموضوع انك ممكن يعني تقدر تهكر اللعبة بكل بساطة. دي برضو ما ممكن تستخدمها في تهكير البرامج مثل الواتساب، في تغيير الرقم على الواتساب، وتهكير تطبيقات كثيرة بتتطلب حاجات، ما تهكير بس النقاط، تهكير حياة كثيرة. طبعا ده كان شرحنا لهذا اليوم، شرح مبسط، ويعني دائما دارين نوصيكم بعدكم تشتركوا في القناة من خلال الضغط على المستطيل الأحمر أسفل الفيديو أو اشتراك وتفعيل ميزة الجرس، ومن خلال التمريض على الكلمة البنفسجية سبسكرايب، تكون أصبحت مشترك يعني متميز. وبعد ما تمرر على الكلمة بتظهر معك اشتراك، تضغط عليها وكمان تضغط على علامة اللايك وتدينا تعليق متميز. نشوف آراءكم ويعني تجاربكم في هذا التطبيقات، ونلقاكم في دروس قريبة إن شاء الله. كان معكم محمود صلاح من قناة المحترف السوداني، والسلام عليكم.